كيف حالكم أصدقائي؟ أهلا وسهلا فيكم بقناتكم عالم العملات الرقمية. أصدقائي، القناة الأولى في العالم اللي بتهتم بربح الحلال وتجارة الحلال وصفقات الحلال. قناتنا بتحتوي على كورس تعليمي اللي حابب يتقوى على باينانس، راسلني على الخاص لتاخذ كورس التعليمي لتعرف شو هو عرض اليومي. اليوم بهذا الفيديو راح نحكي عن تحليل شرط البيتكوين. اصدقائي، البيتكوين عم عيد مناطق اختبار 41، واختبرنا مناطق 40504 مرات. للاسف اذا تم اعاده اختبارها للمرة الخامسة راح تكون ضعيفة وراح يتم كسرها وننزل لمناطق 39400. وحقيقة أنا هذا اللي برجحه، لأني قوة الارتداد ضعيفة، ما زلنا بترند هابط حتى نرى اختراق البيتكوين إلى القمة السابقة 45. أصدقاء، مناطق دعم قوية وكل شيء وارد، يفضل ابتعاد عن صفقات الفيوتشر والمضاربة اليومية فقط للصفقات الاستثمارية، وقت اللي كان سعر البيتكوين ب 52.800 بالضبط بلش شلال الدم وهبط الى 46. تم افتتاح الشمعة ب 42، سعر شمعة الاربع ساعات، وبتصوري نفس السيناريو هون، نزلنا الى مناطق 40 وكان افتتاح شمعة الاربع ساعات ب 39. هذا بيأكد لنا اول مرة زرنا مناطق 42، بهالشمعة رح تأكد لنا رح نزور مناطق 39. وهلا اصدقائي، بالنسبة لعملة الكاردانو بتوقع لها صعود بالايام اللي جاي. حاليا الان هي بمرحلة تجميع ومستعدة للانطلاق. وهلا اصدقائي خلونا نشوف هاي الصفقة الرابحة من قناة التليجرام. دخلنا بصفقة البي ام بي، كان سعرها 356 دولار، جابت هدفين ووصلت الى 370 دولار. الف مبروك للشباب اللي ربحوا معنا، واذا حابين تنضموا لقناة التليجرام، وهي الصور اصدقائي من قناة التليجرام. واذا حابين اصدقائي تنضموا لنا على قناة التليجرام، رابط القناة اصدقائي باسفل الفيديو. وهيك اصدقائي نكون وصلنا معكم لنهاية هذا الفيديو. لا تنسى تفعل الجرس وتعمل لايك ليصلك كل جديد من قناة عالم العملات الرقمية. الى اللقاء اصدقائي في فيديو اخر.